فهنا في زي هرم كده، نخش الهرم حتى. Funerary complex of King Teti. Very interesting. Who would have imagined in a tomb يبقى فيها ناس جوا. مش empty tomb يعني زي ما هم بيقولوا، فيها ناس اهو عمالين بيقولوا empty tombs، طب ما هو الناس اهو كلهم جوه. It's never empty. easy. عايز تعدي؟ اه تفضل تفضل. على مهلك تفضل. شكرا. انا تمام شكرا. على مهلك. Okay, back to crunching again. شايفين الكورنر ده؟ الكورنر ده؟ الكورنر ده ماشي كده على طول، على طول للآخر. الكورنر الناحية التانية ماشي برضو نفس الحكاية. الكورنرز اللي على الأرض برضو نفس الحكاية. كورنر العادة دي بقى. مع الجروب بقى؟ لا انا روحتي. طب تعالى بقى اوريك هنا الاول. بص لا لا المكان شكرا. اللي كان فيه التماثيل. لا مش عايز مش عايز شكرا. نعم؟ مش عايز شكرا. انا اخش مع نفسي اكتشف مع نفسي. بده من القاهره. مرحبا من القاهره. شكرا. اوكي very interesting يعني. 15% بس نفس الكرتوش. Another band with text. Very interesting. See the difference between this and this one. Thank you.
برضو بس مش بيلمع زي التاني يعني تحس حس ان هو رف شوية سبحان الله التاني مع انه polished يعني ده polished برضو بس مش بيلمع زي التاني في فرق بسيط قوي في النعومة وهنا الخشبة دي اكيد خشبة جديدة خشبة قديمة طبعا داخل حاجة اسمها تومب اوف كاجمي كاجمي كاجمني كاجمني برضو صباح المتاهة اللي الواحد هيتوها ومن البداية كده حاجات منقوشة بره تومب طويلة قوي يعني هنشوف بسم الله الرحمن الرحيم
مثلا في تول ماركس اهو عشان يخلوه يبقى ريليف كده ما لا طالع لبره سنه اهي اهو في تول ماركس اهو غريب ان انا ازاي مسح التول ماركس ده بس مفيش خالص ما علينا هنا بص كانك بيحاول يرسم حاجه وبعدين غير رايه